صباح الخير يا جماعه. في ظل الكوارنتين اللي احنا فيه ده طبعا كلنا قاعدين محبوسين في بيوتنا، ما فيش جيم، ما فيش رياضه، ما فيش اي حاجه، ولكن ممكن نستفيد بالوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت نعمل تمارين بسيطه باستخدام ادوات رخيصه وبسيطه تساعدنا على الحفاظ على اللياقه البدنيه. فهوريكم بعض التمارين اللي ممكن نعملها في البيت باستعمال ادوات بسيطه جدا للدراع. زي ما انتم شايفين يا جماعه، هو ده الجهاز، الاداه اللي هنستعملها النهارده لتمارين الدراع، وهنستعملها للبايسبس والترايسبس، وهنعمل البايسبس تمارين عاديه جدا انتم هتبقوا عارفينها بتعملوها عامه في الجيم، بس هوريكم ازاي تعملوها بالكيبل ده في شكلين مختلفين. يلا نشوف. طبعا بنعمل حوالي مثلا 20 عده في 3 او 30 في 3. طبعا بالنسبه للناس اللي بتلعب اوزان ثقيله ممكن انها تزود في العدات اكتر عشان تستفيد اكتر، ده في حاله طبعا اللي هو ما عندهمش دامبلز او اي ويتس في البيت. التمرين الثاني هيبقى بايسبس، برضو بنستعمل نفس الاداه، هنعمل تمرين بايسبس هامر، والهامر اللي هي زي ما انت هتشوف التمرين هو مختلف عن الثاني شويه، بس هو تمرين برضو من التمارين مهمه جدا للبايسبس، واحنا ممكن نعملها واحنا قاعدين في البيت. ودلوقتي هنستعمل الكيبل ده في تمرين لعضلة الترايسبس، وهو تمرين بسيط بنعمله في البيت، بس بدل ما نستعمل دامبل ممكن نستعمل الأداة دي. كده ممكن نعمل حوالي 20 أو 25 عدة في 4 مجاميع للدراع الأيمن، و25 في 3 مجاميع أو 4 مجاميع للدراع الأيسر. ودي كانت فقرتنا النهاردة عن تمارين الدراع اللي ممكن نعملها في البيت باستعمال الكيبل ده، وأرجو أن تكون الفقرة عجبتكم.